ابو جبل مش نصر سعودي خلاص، ابو جبل لسه مخلص اجتماعه معايا دلوقتي مع احترام النصر السعودي. وانا حتى قلت كنت بخاطب كل الانديه السعوديه ورئيس اتحاد الكره السعودي، بقول له حضرتك يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندكم فلوس وعندكم البركه الاثنين مع بعض. البركه اللي هي بيت ربنا الكعبه الشريفه والوحي نزل على سيدنا محمد عندكم بلدكم الجميله المقدسه، وسيدنا ابراهيم مقامه هناك، وال يعني حاجه كلها كده روحانيات، فخلي لكم انتوا البركه وسيبوا لنا احنا اللعيبه.